الحية في إطار المناورات العسكرية التي تستمر لعدة أيام، بالتزامن مع المواجهات المسلحة التي تعيشها سوريا وحالة الاستنفار الإقليمي والدولي التي فرضتها الأزمة السورية، وفي محاولة يراها المراقبون استعراضية بحتة، فيما أكدت وكالة سان الحكومية أن أداء القوات البرية والبحرية والجوية في هذه المناورات تميز بكفاءة عالية، وأن المناورات التي تمت بحضور وزير الدفاع السوري داود راجحة تمثل كيفية الرد العسكري السوري على هجمات بحرية مفاجئة. الغموض الذي يكتنف أفق الحل في سوريا يترجم بشكل يومي بتصعيد عسكري عنيف وخطير. القوات النظامية استأنفت محاولات اقتحام مدينتي الرستن والقصير الخارجتين عن سيطرة النظام في محافظة حمص، تحت تغطية من القصف العنيف الذي ترافق مع اشتباكات ضارية بينها وبين المجموعات المقاتلة المعارضة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد تراجع القوات النظامية بعد مقاومة شرسة من الكتائب المتمردة. بينما أفادت لجان التنسيق المحلية عن تجدد القصف بالدبابات والمدفعية على مدينة القصير بشكل عشوائي، يأتي ذلك بعد أنباء عن سيطرة كاملة للجيش النظامي على حي جورة الشياح في مدينة حمص، والذي كان هدفاً لقصف مركز خلال الأيام القليلة الماضية. كما دخلت القوات السورية بلدة خان شيخون القريبة من مدينة إدلب شمالي البلاد بعد أن سيطرت عليها وأرغمت المسلحين على مغادرتها، بحسب مصادر مؤيدة وأخرى معارضة للنظام في دمشق. ناشطون تمكنوا من تسريب صور لم يتسنى التحقق من صحتها توضح حجم دمار وعبث بمحتويات أحد مساجد البلدة. كما شهدت بلدة كفر بطنة قرب العاصمة السورية دمشق دخول أرتال من القوات السورية، وقد أدت المواجهات المسلحة التي عمت العديد من المدن والبلدات السورية إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح بينهم مدنيون. تزامن ذلك مع تظاهرات شعبية شهدتها منطقة كرناس قرب حماة للمطالبة بإسقاط النظام. وهنا في الدير الشرقي بالقرب من إدلب احتشد الآلاف للمطالبة برحيل النظام، بينما استمر الإضراب الذي شمل عددا كبيرا من أسواق دمشق وبعض المدن السورية الأخرى، رغم ما تحدث عنه ناشطون من إرغاب أصحاب المحال التجارية على فتح متاجرهم.